إذن كما تابعنا في هذا التقرير، يعني تنكة البنزين 90 ارتفعت منذ بداية العام 3 دنانير و20 قرش، والآن مع هذا الارتفاع الجديد سوف تصل إلى 3 دنانير و40 قرش. أيضا نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ فهد الفايز، نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق. أستاذ فهد مساء الخير. مساء النور يا مرحبا. أهلا بك. قديش كان متوقع ترتفع؟ هم رفعوها الآن قرش، كانوا يتحدثوا عن أرقام أكبر من هيك. هي كانت النسب عالية، احنا ما بنقدر نتجاوز ونترك ورانا هذه الأرقام والنسب العالية، لأنه نعلم جميعا بأننا نستورد كافة حاجتنا المشتقات النفطية سواء كانت جاهزة أو من خلال نفط خام بنسبة 95% ويزيد من خارج المملكة، وبالتالي نحن مرهونين بشكل كامل الأسعار ارتفاعها وانخفاض، وبحكم أن الأردن لا يستهلك كميات كبيرة وبالتالي راح يكون في عنده بمعنى أنه يكون الأسعار عليه أعلى بكثير، إنما كانت لا تقل بأي حال من الأحوال عن 7% فيما يتعلق في البنزين بشقه، وقد كانت ممكن تصل إلى 12 أو 13% بالنسبة للسولار والكاز، لكن أنا باعتقادي أنه هذا قرار سياسي بامتياز، يعني تم تغليف الأمر بخطوة إيجابية نشطة وتشكر عليها الحكومة. يعني ارتفعت قرش، قديش كان ممكن ترتفع؟ كان ممكن ترتفع إلى 6 أو 7 قروش تقريبا. نعم، يعني احنا الأرقام عندنا 5.5 تقريبا للبنزين 90، 7 قروش للبنزين 95، وما يعادل تقريبا حوالي 6 إلى 7 قروش أيضا كان بالنسبة للسولر. هذه أرقام جدا مرتفعة قياسا إلى ما هي عليه واقع الأرقام حاليا مع وجود ضريبة مقطوعة على الأسعار اللي بيتحملها المواطن بشكل أو بآخر. احنا بنعرف جميعا بأن 37 قرش على البنزين 90 ضريبة، 57 قرش على 95، وحوالي 16 إلى 17 قرش على الديزل. هذه أرقام تشكل حوالي 30-33% الحد الأدنى، وتصل إلى أكثر من 55% لبنزين 95 كمشتق ثالث. النتيجة أن هذا القرار هو قرار إيجابي في ظل الظروف الحالية، قرار كان يحتاجه المواطن كما تحتاج الحكومة في ظل هذه الظروف. الحاجة كانت مزدوجة، الحكومة احتاجت إلى هذا القرار في ظل هذه الظروف حتى لا يكون في نوع من النشاط تجاه القرار الصعب اللي كان ممكن يتخذ، والمواطن أيضا كان بحاجته، لكن أيضا ما زالت حاجة المواطن مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، لأنه مثل ما حكيت في بداية حديثي الضريبة مرهقة جدا على السعر الأفرادي للمشتقات النفطية على المواطن. كيف تقيم مستوى أسعار المحروقات على مستوى المنطقة في ظل ما نشهده من ارتفاع كبير؟ يعني في أحيان بتداول وأنه إحنا تقريبا من أكثر الدول ارتفاعا في المنطقة العربية، نعم، يعني في أسعار المحروقات. يعني أسعار المشتقات النفطية عندنا عالية جدا مقارنة مع بعض دول المنطقة، يمكن تشكل تقريبا الرابع أو الخامس في المنطقة، لأنه تأتي يعني لبنان بالدرجة الأولى، بغض النظر عن الظروف اللي بتمر فيها لبنان، بعض دول الخليج في عندها ارتفاعات على أسعار المشتقات النفطية لكن لا تقاس الارتفاعات اللي عندنا موجودة. بس مثل ما حكيت لك في البداية هي أرقام أسعار أو قياسا إلى الدول المجاورة أسعارنا جدا مرتفعة، لأننا نعتمد بنسبة تفوق 95% على شراء حاجتنا من خارج المملكة، لأنه ما عندنا أكثر 5% وهي بتروح أو ينتج بال 5% ينتج الغاز الطبيعي من خلال حقل حمض، لكن يسجل كنسبة مئوية أنها بتخفف من مجمل حاجتنا، لكن لما نقول 90 إلى 95% هي رقم لا يستهان فيه. نتأمل أنه يكون في من جانب آخر أن تنظر الحكومة إلى تخفيض الضريبة المقطوعة بحيث تخفف من عبء السعر الأفرادي على المواطن سواء كان للتسعين أو الديزل تحديدا. الملفت للنظر بأنه تم تثبيت سعر الكاز، وهو طبعا قرار متخذ من عام 2014 إلى تثبيت سعر الكاز اعتبارا 1/12 وحتى نهاية فصل الشتاء اللي هو بينتهي تقريبا ب 30/3. نعم، إذا ثبتوه اعتبارا من 1/11 تلقائيا راح يثبت ب 1/12، فأصبح سعر لتر الكاز ثابت من تاريخ الغد حتى 30/3 من عام 2022. ثبتوا أسطوانة الغاز، علما بأنه أيضا كمان أسطوانة الغاز كان إيطالها بعض ارتفاع، لكن أخذ قرار الحكومة من سنين طويلة أكثر من حوالي 6 سنوات تقريبا بتثبيت سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير، وممكن في فترة من الفترات قادمة قد يطال هذه الأسطوانة بعض ارتفاعات شأنها شأن باقي المشتقات النفطية الأخرى. يعني ممكن جرة الغاز ترتفع؟ نحن ما بنقول في الأشهر القريبة، لكن في فترات لاحقة، فترات قادمة.
يعني أنا بعتقد أن الحكومة إذا بدأت تتجه لرفع سعر أسطوانة الغاز هي بتكون بتأخذ قرار راح يكون قرار جدا صعب عليها، ما راح يكون قرار سهل بأي حال من الأحوال، خاصة وأنه في شهر 10 الحالي اللي احنا فيه تدعم أو بمعنى يجب أن يباع أو تباع سعر أسطوانة الغاز للمواطن بما يزيد عن 8 دنانير ونصف الأسطوانة، لكنها تثبت عن سعر 7 دنانير، بينما الغاز البلك الغاز الكميات الكبيرة للشركات الصناعية والفنادق اللي ممكن يعبى بخزانات أسفل البنايات في تجمعات سكنية كبيرة هذا خارج عن الدعم، بينما أسطوانة الغاز 12 كيلو ونص و 50 كيلو 12 كيلو ونص آسف فقط 12 كيلو ونص بقيت مدعومة حتى هذه اللحظة، وارد أنه ممكن يطال ارتفاع لكن لن يكون في الأشهر القادمة نهائيا، قد يكون في فترة مقبلة بس متى لا نعلم، إذا ما كان ارتفاعه جدا عالي بمعنى إذا ارتفع أسطوانة الغاز بسعر جدا مرتفع أعلى، إذا اليوم تدعم الحكومة بتقريبا حوالي دينار ونص إلى دينارين وصل إلى ما يتجاوز 4 أو 5 دنانير، بالتالي يعني ممكن يسوي معادلة بحيث يرفع سعر الأسطوانة في ذلك الوقت، لكن هذا لم يكون في الفترات القريبة أو بمعنى خلال هذا العام أو الذي يليه. نعم الأستاذ فهد الفايز نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق، شكرا جزيلا لك. أهلا بك يا مرحبا. وأنتم مشاهدينا.